بمناسبة مهرجان أدباء الشبان بقريبه ما قلنا ما نهزمناش قلت الفرصة هذه واعتصام أنا هذا المتواصل لمدة 24 يوم وتقريبا هو الاعتصام اللي حطم تقريبا كل الأرقام في قريبيا بالتالي معنا نحن زاد كشعراء موسيقيين في فرق ملتزمة معناها دورنا هو معناها الالتحام بالناس هذوما اليوم جيت عندي 16 مناضل ومناضلة على التحقيق في قضية ملفقة بالتالي معنا واجبنا رغم أن عندنا التزامات واليوم إن شاء الله في الليل باش يكون مع المجموعة البحث الموسيقي الصغيرة من منزل تميم إلى الصغيرة وباش نكملوا زادة بعد الصغيرة الصغيرة والله وجودنا في قليبيا كان لتظاهرة أدبية مهرجان الأدباء الشبان لكن علمنا أن هناك مسألة خطيرة أعتقد تمس بالحريات الشخصية والعامة هناك دعوات من الأمن وصلت لبعض النشطاء المجتمع المدني معظمهم من الأساتذة زملاء يعني مثقفين لمجرد أنهم تحركوا في تظاهرات سلمية يعني هذا ضرب للحريات وبداية الحصار الممكن على هذا النفس والحراك الاجتماعي نحن دائما في رابط الكتاب الأحرار وأنا شخصيا أدعم كل تحرك سلمي مدني لأن الديمقراطية هي حق الاختلاف كيف مشيت اليوم تفاجأت أني عندي زوج قضايا ماهوش مربوطين بالقضية السابقة اللي خرجنا وقتها على خلفية اغتيال شكري بالعيد ووقتها بحال كانت تهمة كيدية المرة هذه لقينا تهم كيدية أخرى مش نحكيكم على روحي أني لقيت القضية الأولى اللي شاكين بيا مسمين رواحهم مواطنين غيورين على قليبيا ونجم نذكرهم على خاطر بكل أسف بكل مرارة وبكل حرقة هذوما زملائي اللي حفيد وين ندافع عليهم في الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا كيف نذكر عمر المومني ولا إبراهيم جبلون ولا زهر الدين بن سليمان ولا عبد الكريم المولدي وغيرهم ثم اللي ما نعرفهمش شاكين بيا ما هذوما اللي نعرفهم حقيقة بهتد كيفاش يدعيوا اللي هما مواطنين غيورين على قليبيا ويشكيوا بيا بتهمة شنوة بتهمة التحريض على العنف وتعطيل المصلحة العامة واقفين في وقفة احتجاجية من أجل إقالة المعتمد هذايا نتاع قليبيا اللي هو عار على الدولة التونسية أن تسمي ناس من الشكلة هذه اللي لا مستوى لها ولا أخلاق لها علاش نقولها غير الحديث على خطرش السيد المعتمد هذا اللي شاكي اللي هو اللي متستر حقيقة بالدين لا دين له إنسان أقل ما يقال فيه إنسان كذاب إنسان يدعي أنه ناس كانت موجودة في اليوم الفلاني على أساس أنهم سبوه أو شتموه أو كيف ما هذا اللي موجود في الـ في الـ في الـ في محضر البحث واللي عبرت عليه رفيقي أنكركم قبيلة هذوما تهم كيدية أقل ما يقال فيها هو كذب كل سناب ريزون أني أنا شخصيا في اليوم هذاك بالذات معدي على 70 مريض وفي المستشفى حقاتنا بسيدي جمال الدين قال لك دردرت ولبت تصفى والعب خزها فوق ماها حكام من غير عدل هم سبب خلاهم